نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هناخد تمارين على نظرية رقم 4 في النهايات. هقول بس الاختلاف، لأن الكتاب عامل نظرية وعامل نتيجة. أنا شايفهم هما واحد أصلا، شايفهم هما واحد، لكن الكتاب عامل نظرية وعامل نتيجة، هي نفس النظرية. الكتاب بيقول نهاية سين أس نون ناقص ألف أس نون على سين ناقص ألف لما سين تقول لألف. عامل دي نظرية، عاملها كأنها إيه؟ لو تلاحظوا إن الأسس السفلى هنا بكام؟ بوحايد، الميمات اللي إحنا فرضينها بميم، فقال لك لا أنا هعمل نظرية يا عم الميم هنا بواحد، أما لو كانت الميم بعدد لا يساوي واحد فدي تبقى نتيجة، وهسمي الميم فيها بميم. طب وليه؟ طب ما إحنا نخليها نظرية ونتيجة في نفس الوقت، ونقول سواء كانت الميم بواحد أو برقم لا يساوي واحد فالنص ثابت. لما دي بقى عشان نختصرهم، بدل ما نقول في نظرية وفي نتيجة، ما هي واحدة. الكتاب قال لا، دي نظرية والنون فيها بكام؟ الميم، أنا آسف، الميم بواحد، تمام؟ هتبقى نون، المفروض النظرية بتقول إيه؟ نون على ميم، فأصبحت نون على واحد فيها النون في ألف أس نون ناقص ميم، وقال لك إن دي النظرية اللي هو الواحد. الله ينور عليك. كأن النظرية حالة خاصة ميمها بواحد. ايه عازة الكلام ده؟ ملوش اي 30 لازمة، تمام كده؟ احنا ايه لازمته يعني؟ ما احنا يا عم نحط هنا ميم، ولو كانت ميم بواحد يبقى بواحد، نحطها بواحد، المشكلة يعني، تمام؟ فهنا هنعدل، هنخلي نون على ميم، وهنا نون ناقص نظرية والنتيجة مع بعض. ده نص النظرية اللي احنا هنحاول نوصل اليه مسائلنا اللي مش هتكون على هذا الشكل الجاهز في البداية، ولما نوصلها لهذا الشكل فالإجابة بتكون على هذا النص. الأس العلوي على الأس السفلي مضروبا في قيمة ألف أس الأس العلوي ناقص الأس السفلي. جميل. وزي ما قلت النظرية دي بتنفعنا حتى لو كانت الأسس فردية ومش عارفين نحللها كفرق بين مربعين، فهي بديلة عن التحليل فرق بين مربعين، أو حتى لو كانت حالة كفرق مربعين وعايز أحل بيها برضه مفيش مشاكل. يعني شايفين مسألة زي دي مثلا، سين تربيع ناقص 4 على سين ناقص 2، شايفين المسألة دي؟ دي ممكن واحد يحلها بالتحليل، صح؟ يقول لك يا أستاذ سين تقول لي 2، سين هتقول لي 2 طبعا عشان تطلع صفر على صفر، يقول لك لا أنا حل بالتحليل. ماشي يا عم حل بالتحليل، سين ناقص 2 في سين زائد 2 على سين ناقص 2، ما خلاص بقى هنحذف العامل المسبب للصفر، فحذفنا العامل المسبب للصفر هو كام؟ سين ناقص 2 راحوا مع بعضهم، ففضل لك مين؟ فضل لك سين زائد 2، تتفضل تعوض فيها تعوض مباشر، يبقى 2 زائد 2. انا كده حليت بالتحليل بطريقه التحليل فرق بين مربعين وحذف العامل المسبب للصفر. بعد ما اخذت النظريه بقى ممكن تحل دي باستخدام النظريه. ازاي يا استاذ؟ مش دي 4؟ ما خلاهاش 4، اخليها 2 اس 2، وبكده يبقى وصلت لشكل النظريه بالظبط. النون ب 2 والميم بواحد، وايوه والالف باثنين وهو الرقم اللي تقول ليه السين. يبقى يا استاذ نون على ميم، نون على ميم في الف لاثنين اس نون ناقص ميم، 2 في 2 ب 4، تمام كده؟ يبقى اذا النظريه بتسهل علينا هذه العمليات او هذا النوع من الاشكال. فضيله اتفضلي. يا سلام، حليناهوش؟ طيب انا هسيب دي، هسيب دي النصوص. فين السؤال اللي وقف معانا؟ رقم؟ جميل. ده من الموضوعات اللي هي انت الشكل مش واضح انه نظريه، بس احنا هنوصلها بالعافيه. خدوا بالكم، ادي نهايه، بصوا على المثال، ادي نهايه الجذر الرابع لاثنين سين زائد 14 ناقص 2 على سين ناقص 1 لما سين تقول لواحد. تفضل يا شاهد. عوضنا تعويض مباشر فأمان الله، طلع لنا صفر على روحنا صفر على صفر، صح كده؟ اصحى الكلام. يبقى اذا قلنا يا استاذ مش هينفع صفر على صفر، لان صفر على صفر كميه غير معينه. يبقى يا استاذ هنلجأ لصرف النهايات. ايه صرف النهايات اللي خدناها حتى الان كتير؟ تحليل بانواعه، المرافق، والقسمة التركيبية لما يكون في قفزة في الأسس أو أس أو مقدار رباعي، وأخيرا ننتهي
ما خدناه ضرب بمرافق. واخيرا ننتهي يبقى بايه؟ بنظريه النهايات. يا عمر خلي بالك معاي، ترى الطاطا ليه اليومين دول؟ لا الفيديو ماله، الفيديو مزولها ليه؟ مزولك ده انت حتى ورا الكاميرا، مو لو قدام الكاميرا هتقولي. طيب يس وكلامك دلوقتي ده هيطلع في الوقت. زاد طب ما تكلميش. انا بسال على هي ايوه ايوه طبعا. ما انا هعمل ايه اصلا؟ انا مش بغطي حاجه يعني، بروح بنزل الفيديو زي ما هو كده. يلا بينا نكمل. ماذا سنفعل الان؟ اولا هنعالج البسط. البسط مش واصل خالص لصوره النظريه. طب هي ايه صوره النظريه؟ انا قلت الحصه اللي فاتت معلومه في منتهى الاهميه، ان السين دي مش لازم تكون سين، يعني لا ممكن تكون مقدار، بس اللي لازم ان المقدار ده يكون في تحت اخوه، صح؟ يكون في تحت اخوه، لكن هو ذات نفسه المقدار ان شاء الله يكون 500 حد، بس تحتيهم في 500 حد برضه. وكذلك الكلام للالف، وكذلك الكلام للالف لازم تحته تبقى زي ايه؟ فوق، لكن ما بنستلزمش قيمه محدده. وفي النص ما بينهم فوق وتحت يبقى سالب، القانون يستلزم ذلك. والأسين اللي فوق زي بعض والأسين اللي تحت زي بعض، ادي نظريتك. والقيمة دي مش هقول سين، هقول القيمة دي بتقول للقيمة دي، ايا كانت القيمة دي عبارة عن ايه. حاول توصل لهذا الشكل، حاول توصل لهذا الشكل. يا استاذ مش لاقي خالص، اتفضلي. تقول يعني تقترب، تقول يعني تقترب. يبقى لما اقول هنا سين تقول، المفروض السؤال ده في اول حصه نهايات يتسال، ما معنى تقول؟ النهايه تستخدم مفهوم ايه؟ مفهوم الاقتراب. فاكرين لما عملت جدول ما اقدرش اعوض بالواحد، لان الواحد هيدينا صفر على صفر، انا بعوض بارقام تقول للواحد تقترب من واحد. يبقى هو بيقول لي عايز النهايه لما سين تقترب من واحد، مش لما سين تساوي واحد، لانه عارف ان لما سين تساوي واحد فالكمية غير معينة، صفر على صفر. يلا بينا. أول حاجة يا جماعة بنصطدم بالجذور. الجذور هناخد ده بالتفصيل في وحدة الجبر الثانية. الجذور هي أسس كسرية. الجذور هي أسس كسرية، يعني الجذر التربيعي لسين، يعني سين أس نص، الجذر التكعيبي لسين، يعني سين أس تلت، الجذر الرابع لسين، يعني سين أس ربع، وهكذا. طب خدوا بالكم بقى، الواحد اللي فوق في النص والربع والثلث جه منين؟ ده الأس الأصلي اللي موجود على سين. جميل. يعني معنى كده يا أستاذ لو قلت الجذر التكعيبي، الله ينور عليكي، بصوا الرقم ده واللي هو الاثنين هنا واللي هو الأربعة هنا اسمه دليل الجذر. أيوه الله ينور عليكي، السنون على مين؟ الرقم بتاع الجذر دوت اسمه دليل الجذر. احفظ عني، دليل الجذر مقام الأس، دليل الجذر مقام الأس، دليل الجذر مقام الأس. طب والبسط جه منين؟ البسط هو الأس الفعلي على المتغير سين. يعني يا أستاذ لو هنا الجذر التكعيبي لسين أس 2 تبقى سين أس 2 على 3 اللي انت قلتيها دي، مين معلم؟ جميل. الجذر الرابع لسين أس 5 تبقى سين أس 5 على 4. دليل الجذر مقام الأس، والأس الأصلي بسط. جميل كده. يلا نعمل ده هنا عشان نحول دي إلى صورة النظرية. هناخد كلهم دول اللي ليهم جذر رابع، هنخليهم 2 سين زائد 14 الكل والسرب. اتكلمت في الاثنين الحصة اللي فاتت، احنا عايزين الاثنين دي تبقى قيمة مرفوعة الأس ربع، صح كده؟ عشان ليه 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 ليه؟ عشان النون، عشان يبقى هو الاثنين نون. طب يا ترى الاثنين دي كام أس ربع؟ انت عارف ان الربع دوت معنى الجذر الرابع، يعني كأنك بتقول هي الاثنين الجذر الرابع لكام؟ عايز تعرف؟ اضرب الاثنين في نفسها اربع مرات، ارفع الاثنين لأس اربعه
تديك 16. يبقى يا أستاذ الاثنين دي هي 16 أس ربع. جميل؟ طب وانت ليه حريص كده؟ لاني ما ينفعش اغير في القيمة. انا لازم اكتب شيء قيمته النهائية مساوية لاثنين، وفي نفس الوقت اعدله كشكل مش كقيمة، بحيث يفضل الأس نون والأس نون زي بعض. جميل كده؟ احنا عملنا ده الحمد لله. ادي أس نون يا أستاذ ربع وربع، النون بربع يا جماعة، والالف بقت بكام؟ ب 16، لان 16 أس ربع بكام؟ باثنين. اتحلت مشكلة البسط فقط. المقام منيل ب 60 نيلة. بدون وجه حق. مش المفروض ما غيرش القيمة؟ انت عايزان اعمل ايه؟ مش دي سين يا عم بلا سين بلا بتاع؟ 2 سين زائد 14. يلا ناقص 16 كمان عشان تكمل، عشان تكمل الدنيا. نعم هنا فين؟ في الاولان. لا التغيير في الاولان ده حاجة، وتغيير قيمة المقدار ده حاجة. انت كده غيرت قيمة المقدار ذات نفسه. حضرتك غيرت قيمة. طيب يا أستاذ طب ما احنا لازم نعمل كده. أيوة لازم نعمل كده بس بالأصول. بس احنا هنعمل اللي انت قلتيه، بس مش اللي هو هو اهم هوب هوب حطوهم وخلاص. لا احنا عايزين الشكل يبقى فوق زي تحت بس بالأصول. بالأصول يعني ايه؟ بالأصول يعني بالأصول يعني ما تغيرش القيمة، ما تغيرش القيمة الرياضية. طيب يا أستاذ مبدئيا كده، مبدئيا معامل سين فوق 2 ومعامل سين تحت واحد. كيف يتحول الواحد الى 2؟ بالضرب في 2 صح؟ هروح اعمل اس، هروح هضرب تحت في 2، تبقى 2 سين ناقص 2. ضربت في 2 تحت انت بدون وجه حق، عشان تعادل ده تضرب فوق في 2. يبقى انت حضرتك كده ما عملتش حاجه صح؟ يبقى كل التغييرات اللي انت بتعملها هي تغييرات شكليه، تغييرات شكليه دون ان تتغير اصل القيمه. انا حتى الان مغير اصل القيمه لاني ضربت في 2 في المقام وما ضربت غيرت اصل القيمه. خلاص يا عم ما تزعلش، عشان اعادل هذا التغيير، عشان اعادله اضرب في 2 فوق في البسط. بس الاثنين اللي فوق في البسط بما انها ثابت هضربها قبل النهايه، هضربها قبل النهايه، قبل النهايه. يبقى خليها 2 في نهايه كذا 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 كذا، وبعدين لما اجيب قيمه النهايه اضرب، ابقى اضرب في الاثنين اللي بره دي ان شاء الله. هل انا غيرت في القيمه؟ لا. يبقى حتى الان عدنا العيب صحيح. بص انت اتفضلي تحت 2 كده النهايه في النهايه هتضرب في 2 يعني كده ضرب في مقام ثاني. يا ستي اضربي اضرب البسط بس في 2 ساعتها. الاثنين اللي انت ضاربه فيها فوق دي مضروبه في البسط بس. بصي 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 2 في 3 على 5 اضرب يا صبا تساوي 6 على 5 صحيح؟ ما ضرب ما ضربتيش المقام بك صح؟ لان الاثنين دي مقامها كام؟ 1. تمام كده؟ هل وصلنا لصوره البسط؟ لم نصل بعد. بس دي المشكله الاكبر، المشكله الاكبر دي خلي بالك. المشكله دي تعديل مش اكتر. بص 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 كام دي؟ طب سالب 2 بدنا همسحها واخليها موجب 14 ناقص 16. هل انا غيرت في حاجه؟ والله ما حصل. ليه؟ لان موجب 14 ناقص 16 بسالب 2 اللي كانت قاعده هنا دلوقتي، وفي نفس الوقت وافقت شكل القانون. اسمحوا لي بس اعمل قوسين هنا، يبقى ده تيبيكال زي اخوه، وده اهو الالف، وما بينهم والاس اللي فوق كام؟ والاس اللي تحت كام؟ يا سلام المساله كده جهزت. تمام كده؟ هل غيرنا القيمه؟ لا هغير الاولان، تغير الاولان بما يتناسب مع هذا الشكل. المفروض انا قلت لكم ان القيمه دي في شكل نهائي تقول القيمه دي. يبقى المفروض ركزي معايا، يبقى 2 س زائد 14 تقول ل 16. واحد يقول يا استاذ ازاي تغير قيمه الاولان؟ والله ما غيرت قيمه، ما غيرتش قيمه الاولان ابدا، لان اللي انت شايفه ده هو هو ده. ازاي؟ اضرب دول في 2 يبقى 2 س تقول ل 2 صح كده؟ اجمع هنا 14 وهنا 14
يبقى 2 س زائد 14 تقول لي 2 زائد 14 2 زائد 14 ايه بكام؟ اهو اهو او ممكن اعتبر دي معادله واحده وارجع احلها هتدي لك س تقول له 1. جميل. دل ده او دل ده يبقى تعديل الاولان بما برضو لا يغير من القيمه الاصليه الاولان، صحيح كده؟ وتعديل الاولان تعديل شكلي، انت اصلا مش هطالب بيه، انت بتحل اخطر صح. فمش انا بتكلم رياضيا لو انت هتحلها بالكامل. المهم ادي المساله بتاعتي، وصلت لشكل القانون ام لا؟ وصلت لشكل القانون. نون بربع، ميم بواحد، الف انا مش عايز اكتر من كده. يبقى يا استاذ الحل هيكون نون ربع على ميم على واحد في الف 16، اس نون ناقص ميم، اس ربع ناقص واحد، ربع ناقص واحد سالب ثلاث ارباع. سيبها ازاي دي؟ تعال هنا هنعملها كده. لا لا ممكن من غير قال. تمام. اول حاجه هننزل ميم، الاس السالب ماذا يفعل؟ بيقلب البسط والمقام. يبقى واحد على 16 اس 3 على 4. دليل الجذر مقام الاس. يعني طب والبسط؟ لا 3. جميل. مش دي 3؟ يبقى البسط ده هو الاس الاصلي على 16 زيه زي الاثنين هنا، والأربعة ده هو دليل الجذر زي الثلاثة هنا. يبقى 16 أس 3 على 4 هي الجذر الرابع ل 16 أس 3. برضو صعبة يا أستاذ، الجذر الرابع ل 16 أس 3. أجذر الأول يخف الرقم معاك، ارفعه لأس 3. أيوة. يبقى الجذر الرابع ل 16 2. 2 أس 3 8. مش تقول لي ايه 16 أس 3 بكام واللي هيطلع أجذره جذر رابع؟ طب ما انت 16 أس 3 دي عالي خالص، وهتديك رقم لما تيجي تجذره جذر رابع برضو مش هتعرف. يبقى المفروض لما يكون عندي شكل زي كده أجذر الأول عشان الرقم ايه يقل، وبعدين ارفع الرقم القليل للأس. والآلة بتعمل كل حاجة كتر خير. ماشي. يبقى إذا 1 على 4 في دي بكام دي؟ خد بالك خد بالك نسينا حاجه، ان كل ده مضروب بره في 2، الاثنين اللي كنا ضاربينها في الاول عشان نعادل القيمه ما تنساهاش، هتضرب فيها قيمه نهايتك في الاخر. يبقى يا استاذ ادي الاثنين بتاعت النهايه في نص ربع في ثمن بواحد على الاثنين وثلاثين، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها 16. الاجابه النهائيه بواحد على 16. فكره حلوه خالص. الى ابعد الحدود. تمام. عايز اقول لك على حاجه في الحته دي، بص المساله دي الحته دي من الاخر، ازاي اخلي المقام يتوافق مع البسط؟ هي دي القصه، ازاي اخلي المقام يتوافق مع البسط. انا اقدر اقول لك ان انت تخلي، تقدر تخلي اي شيء يتوافق مع اي شيء. تخيل هنا فوق عندك، عندك 3 س ناقص 15، 3 س ناقص 15، وتحت وتحت عندك مثلا س زائد 3. تمام. ماذا تفعل؟ اول حاجه تروح ضارب تحت في 3، او تاخد 3 عامل مشترك فوق. والله تاخد 3 عامل مشترك فوق او تضرب تحت في 3. بس انا بفترض ايه بقى؟ ان في اس هنا حابس الثلاثه س. تمام كده. فانا مش قادر العب في دول ولا اخد منهم عامل مشترك. تضرب تحت في 3 تبقى دي 3 وتبقى دي كام؟ وما تنساش تطلع 3 بره، لان انت كده عشان تعادل هذا التغيير وما يبقاش تغيير لازم تضرب البسط والمقام في نفس الرقم. بقت كام عندك دي؟ بقت عندك موجب 9، انت عايز تخليها كام؟ 3 س ناقص 15. كانت موجب 9 دي؟ ناقص 15 زائد 24. عشان مجموع دول يرجع كام؟ لان انت المفروض دول يكون قيمتهم النهائيه بالرقم الاصلي اللي انت سبته، وفي نفس الوقت انت عايز يظهر لك كام؟ 15.
فأنت بتكتب الرقم وتشوف أضيف كام عشان يتعادل وترجع قيمته زي ما كانت. تعال ناخد مسألة أعلى كمان. اتفضلي. اللي فوق بيساعدني. أيوة صح. صح والله. ساعدني جدا. كمان. مش بيساعدني بس. يلا ناخد مثال آخر. الله. أوجد نهاية الجذر التكعيبي لثلاثة سين زائد اثنين ناقص اثنين على الجذر الخامس لسين ناقص ثلاثة زائد واحد لما السين تقول لاثنين. مثال جميل. ركزوا معي. ركزوا معي. أولا احنا عايزين يا استاذ نوصل نعوض عن مباشر الاول بكام؟ 3 في 2 ب 6 6 زائد 2 8 جذرها التكعيبي 2 2 ناقص 2 0 2 ناقص 3 سالب 1 الجذر الخامس لسالب 1 سالب 1 عشان ده جذر فردي موجب 1 0 يبقى احنا كده يا استاذ المساله صفرت معانا والدنيا عكت معانا وحاله معلم بها الله. ماذا نفعل؟ أول حاجة هنحول الصورة الجذرية لصورة أسية كسرية. ده جذر إيه؟ جذر تكعيبي. يبقى 3 سين زائد 2 الكل استكام مين دي؟ كيف نفعل؟ 2 أس 3؟ 8 أس 3؟ 8 أس 3؟ أيوة يبقى أنا عايز أخلي الاثنين دي رقم الأس تنقل على طول من أخوه. طيب يا أستاذ يا ترى الاثنين كام أس تلت؟ كأنك بتقول الاثنين هي الجذر التكعيبي الكام؟ كأنك بتقول كده. ثمانية يا أستاذ البسط مش كلته اتحل. طب المقام سين ناقص ثلاثة الكل أس خمس يفضل مين؟ بس ده موجب مش القانون بيستلزم السلبية. عملناها الحصة اللي فاتت يا نور خلي بالك معايا ركزي معايا انت بتتناقشي في ايه في ده حاجة في الدرس. طب اسأليني انا هجاوبك ان شاء الله هحاول يعني. ناقص سالب واحد أس خمس خد بالك ان سالب واحد أس خمس بسالب واحد فينضرب في السالب عشان جذر فردي يعتبر وهيتضرب في سالب واحد ترجع موجب يبقى انت ما جاتش في القيمة. بس هنا ظهرت لك مشكلة أكبر. ظهر مفيش تشابه. خلاص يا أستاذ نعدل. مش هتعرف تعدل. ليه يا عمي؟ العملية هنا اللي عملناها في التعديل كان هنا مفيش قوس صح؟ ده مش محبوس. اضرب في اثنين اضرب براحتك واضرب بره في اثنين. ضيف 14 ضيف زي ما انت عايز واطرحها تاني. إنما هنا شايفين المقدار ده محبوس محبوس في القوس اللي الكل أس خمس لا هتقدر تعدل ولا أقدر أضرب هنا في حاجة وأطلعها برا مش هقدر أعدل بسبب إنها جوه قوس هي كمان فاهمين إزاي؟ طب أعمل إيه هنا؟ خد بالك هتنشئ لكل واحدة من دول المقام اللي يناسبها بمعنى شايف البسط ده؟ البسط ده في حد ذاته عايز له مقام صح؟ عايز له ايه؟ عايز له 3 سين زائد 2 ناقص 8 شايف المقام ده؟ عايز له بسط انت بتحاول توصل لصورة ايه؟ لصورة يبقى انت النهاية اللي قدامك دي بما انك مش قادر ركزوا معايا والنبي بما انك مش قادر تعدل في المقام فالنهاية من الآخر هتنفصل لنهايتين البسط ده نجيب له مقام يناسبه يوصله لصورة النظرية والمقام ده نجيب له بسط يناسبه الله يروح هتقول احنا هنجيب لده بسط ونجيب لده مقام مختلف طب ما كده احنا غيرنا في القيمة نفس القصة المقام والبسط اللي انت هتجيبهم زي بعض المقام والبسط اللي انت هتجيبهم يبقى انت كده كأنك ضربت في كام في واحد يبقى لم تغير القيمة أستاذ كيف الكلام ده؟ ده عايز له 3 سين زائد 2 ناقص 8 وده عايز له سين ناقص 3
ناقص ناقص واحد يعني زائد واحد. ركز معي والنبي. بصوا بصوا الفصل في النهاية. همسك ده اللي هو 3 سين زائد 2 الكل أس تلت ناقص 8 لكل أس كام؟ نعم. إيه؟ يعني لو جبنا المقام البسط حصل ضرب المقام ده في البسط اللي هو معقوم مش فاهم يعني القيمة اللي يعني على بعد كده عكسها خلينا سين ناقص 3 أس ناقص فوق و 3 سين ثاني خلي ده فوق. لا لا أنا قصدي إيه؟ قصدي إني نجيب مقام ده هو حصل ضرب الاثنين دول ونجيب بسط من فوق حصل ضربه فيروح هنا بسط هيضيع مع ده ما هو ده اللي هيحصل. احنا هنجيب هنا مقام ومقام في الاصل هما كد بعض بس بصوره مختلفه طيب قولي لي ده محتاج ايه بس انت جاوبيني يا صفاء. لا لا جاوبيني انا كنت هقول حصل ضرب المقام والقصه اللي يا عم بس جاوبيني ده محتاج ايه. 3 س زائد 2 كل اس لكل اس ثلث. لا انا مش عايز ثلث انا مش عايز ثلث انا ما بستلزمش في القانون ان النون تبقى قد الميم انا عايز بس السين والالف صح. يبقى 3 س زائد 2 ناقص 8 2 ال 2 ليه هو نعم اي ما الثلث ده هيفضل انا مش هقول ان 8 اسفلته ب 2 عشان احط هنا 2 لان كده لازم النون تبقى زي النون يبقى الثمانية دي مكتوبة عليا خلاص الثمانية هنا هي الالف كتبت عليا صح ليه عشان خلاص خدنا الاس ده زي مين زي ده خلاص في الواقع خد بالك انت عملت الشكل ده صنعته على ايديك عشان يبقى زي ده انما في الواقع المقدار ده كام في الواقع المقدار ده ب3 س ناقص 6 صح صح ولا غلط؟ الله ينور عليك عشان 2 ناقص 8 جميل تعال لي هنا بقى س ناقص 3 الكل أس 5 ناقص سالب 1 الكل أس 5 عايز ايه ده؟ عايز س ناقص 3 ناقص واحد يعني ايوه برافو صح شايف ده بس ناخد عامل مشترك ده لو خدنا هنا عامل مشترك 3 هيفضلنا س ناقص 2 اه والله نفس الله طب والثلاثة لا دي امرها سهل ارميها برا صح وتبقى عادلت القيمة مش فاهمين يا استاذ تاني هو انا مثلا لو عندي مساله ويعني مثلا لما تجي لك مساله حطي المقام والبسط وابداي عدلي عليهم لو مثلا انا عدلت هي ليها تعديل لازم ليها تعديل اهو كونها ليها تعديل ده نطمنك صح مخليني مطمن ان كده هلف وادور بس هوصل للتعديل قولوا لي ده عايز ايه عشان يوصل لصوره النظري 3 س زائد 2 ناقص 8 قولي لي ده عايز ايه عشان يوصل لصيغه النظري تمام كده اتفضل يا منى معايا كده انت دلوقتي وصلت الاثنين لصيغه النظريه بس محتاج تثبت لنفسك انك ما غيرتش في القيمة انك ضربت في واحد يعني محتاج تثبت لنفسك ان القيمة دي زي دي او على الاقل زيها مضروبة في عدد معين عشان اطلع العدد المعين برا النهاية صح جميل جدا هات ابسط صورة لدي 3 س موجب 2 ناقص 6 ناقص 8 يديك سالب 6 خد 3 عامل مشترك شكرا تعال هنا هات لي دي في ابسط صور دي س ناقص 3 زائد 1 يعني س ناقص 2 قارن ما بين دي وما بين نفسها صح بس دي زايد عليها كام خلاص ما تزعلش دي كمان اضربها في 3
صح؟ هل أنا كده قاسم على واحد ولا لا؟ واحد مليون في المية، لأن قسمت على مقام وبسط متساويين، بس فاضل بس أن الثلاثة دي أنا مش عايزها، يبقى تدي منها تترمي برا النهاية كثابت زي ما عملنا في مين؟ لا الثلاثة دي مش هنطلعها، لأن الثلاثة دي مشاركة في القيمة اللي فوق، ده أنا عايز أبقي عليها دي. مين اللي أنت مش عايزها؟ لأني هنا بص هنا معامل سين كام؟ أو يبقى أنا عايز الثلاثة دي مش عايزها، ولكنها تعادل القيمة فقط، عشان تعادل القيمة. إنما الثلاثة دي لا، الثلاثة دي دي من أساسيات النظرية، ده الأتاة دي لو تخليت عنها هيبقى كده القيمة دي مش زي أختها، يبقى إحنا هنبقي على الثلاثة دي بتاعت المقام، والثلاثة دي بتاعت البسط إحنا حاطينها بس للتعديل عشان تعادل قيمة المقام اللي إحنا قسمنا. الثلاثة اللي أنت حاططها للتعديل فقط طلعها بره، تمام؟ لأنك فعليا مش عايزها في قلب القانون، إنما الثلاثة دي اللي أنت أصلا جايبها مخصوص علشان قيمة المقام لا يخليها دي، ده دي اللي هتنفعنا في تنفيذ النظرية، صح؟ يبقى يا جماعة فهمتوها دي؟ يبقى القيمة دي يا أستاذ هخليها زي ما هي وصلت لصيغة القانون زي الفل، ودي هعمل لها نهاية، هعمل لها نهاية جديدة، هرمي الثلاثة هنا. اسألي. لا في نهاية واحدة بس، ليه؟ لأن النهايتين أصلا مالهم مضروبين بخصية الدمج. لما أقول لك إيه، بصي 2 في 5 شايفة دولة؟ أضربهم لي في 2، هل معنى كده أن أنت تضربي الاثنين في الاثنين والاثنين في الخمسة؟ أبدا، مش هتوزعي، مفيش ضرب يتوزع على ضرب، أصلا خاصية التوزيع اسمها توزيع الضرب على الجمع والطرح. يبقى أنا أضرب الاثنين في الاثنين بس، أو في الخمسة بس، أو في حاصل ضرب الاثنين والخمسة، مش هضربها في كل منهما، ده انت كده ضربها في 4، ضربة ده في 2 وده في 2، تمام؟ يبقى إذن الثلاثة طلعها برا مرة واحدة فقط. سؤالي الأخير، هل الشكل ده يوافق القانون أم لا؟ يوافق القانون من غير كلام. بص سين تقول لكام؟ الأولان ده هنا ولا هنا؟ الأولان ده هنا وهنا، بس هيتعدل هنا وهيتعدل بما لا يخالف قيمته برضه، يعني في النهاية هتبقى سين هنا تقول لاثنين وسين هنا تقول لكام؟ لاثنين، بس بشكل معدل. بص هنا مش سين تقول لاثنين؟ طب هنا النهاية بتقول ايه؟ 3 س زائد 2 تقول 3 س زائد 2 تقول لكام؟ دي سين تقول لاثنين، هات الاثنين هنا تبقى 3 س تقول ل6، اقسمي على 3 س تقول ل2، يبقى تعديل الاولان هنا تعديل شكلي، تعديل شكلي، ولكن دي متوافقه مع ان س تقول ل2. تعال هنا المفروض هنا س ناقص 3 تقول لا لسالب 1 عشان عاملين سالب سالب، هل دي س تقول ل2؟ طبعا، ودي السالب 3 الناحيه الثانيه تروح بالموجب، يبقى سالب 1 زائد 3 يبقى هما الاثنين سين تقول الاثنين اللي هو الاولان الاصلي، ولكن بشكل معدل. الان وصلنا الى شكل القانون مرتين. ايه اللي خلانا نعمل كده في المساله دي بس عشان نبقى عارفين خطوات؟ ان ما كانش ينفع نعدل على القوس المحبوس، لكن دلوقتي زي الفل. النهايه الاولى وصلت لشكل نظيره رقم 4، نونك بكام؟ ميمك بكام؟ ألفك بكام؟ والمقدار ده كد أخوه؟ المقدار ده أصلا خد بالك مش هيشارك في النتيجة، ده صورة بس، ده لازم ده يبقى كد ده، تمام كده؟ يبقى نون تلت على ميم على 1 في 8 والسنون ناقص ميم تلت ناقص 1 سالب 3 في تنساش دي اللي رميتها برا النهاية 3 في نون 1 على ميم 1 على 5، لأن مقام المقام يبقى 1 على 5 ب5 في ألف اللي هي سالب 1 السنون ناقص ميم 1 ناقص 5، صح كده؟ 4 تخماس بأربعة تخماس مش بسالب. طب تعال نشوف دي، طب ممكن نغير التلاتة دي مع التلاتة دي؟
ممكن صح؟ لأن الجميع مضروبين إيه؟ في بعضهم. 8 أس 8 أس سالب 2 على 3 أولا بواحد على 8 أس 2 على 3 مقام البسط دليل الجذر، يبقى ده الجذر الثالث، الجذر التكعيبي ل 8 2 أس 2 ب 4 يبقى أنت أمام ربع هنا صح؟ في سالب واحد أس سالب يدينا كام؟ بعت خماس واحد موجب واحد بس كده أس زوجي مش دعوة بالجذر طالما الأس زوجي خلصت صح؟ واحد ناقص خمس سالب واحد أربعة خماس ربع أربعة خماس ودي معناها إيه؟ الجذر الخامس لسالب واحد أس أربعة تمام كده؟ الجذر الخامس لسالب واحد أس أربعة هنا الله ينور عليك أو حتى لو عملت الجذر الأول لا ممكن يعني إيه؟ جذر الخامس لسالب واحد الكل أهو هي هي والله هي هي اعمل اللي انت عايزه احنا صفاء هنا قلنا ايه اعمل مين الاول نفذ الجذر الاول ليه عشان تصغر الرقم بس مش لان غلط ان انت تنفذ الاس الاول بس ارفع لي بقى 16 لاس 3 وبعدين خد لها جذر رابع يبقى مين الاسهل ان احنا ننفذ الجذر اولا عشان يصغر الرقم ثم ننفذ الاس على الرقم الصغير فيكبر ما هيبقى موجب برضو الأس الزوجة غير السالب لا مش أس الزوجة جذر الزوجي جذر الزوجي والعادل من جوه سالب فاي العدد سالب ومرفوع الأس فأس إيه لو زوجي أهو بقى الله ينور عليك لا لا الله أعلم ونعم بالله طبعا بس هي متوقفة على المعلومة دي الأس اللي جوه لو فردي الله طب ما الأس الفردي اللي جوه هيبقي سالب سالب يتجذر ازاي زوجي بقى فاي انما لو الاس اللي جوه زوجي هيطير السالب اولا فيتجذر جذر زوجي فيطلع موجب مفيش مشاكل في دي فهمتني تمام يبقى هنا سالب واحد اس اربعه بواحد اجذر الواحد جذر خامس يديك واحد يبقى دوت موجب بواحد ما ها اهو اها خمسه على اربعه اجابه نهائيه ناخد مثال اخر تحلوها انتوا يا سلام ده يوم المنى يا بنتي ده يوم المنى والله يس يلا بينا ايوه صح هنحاول بنفسك ايوه انا اسلوبي كده اصلي انا بميل للشرح اكتر من ان اخلي طالب يشتغل وده عيب فيا هذا انتقاد كبير لا لا والله بجد لا 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 كمان لله يا بنتي لا يا بنتي لا خدي بدم عايز تحل حضرتك الله اوجدي نهاية الجذر التربيعي الجذر التكعيبي لواحد زائد ثلاثة سين ناقص واحد على اثنين سين على اثنين سين سين تقول لي صفر حيث سين تقول لي صفر هذه المسألة يا جماعة نحاول فيها طيب نشوف المسألة دي ايه وضعها انا مش عارف هل يطلع بكام لما حلها احكم اولا لو عوضنا بصفر ده صفر الجذر التكعيبي الواحد بواحد ناقص واحد صفر اثنين في صفر بصفر تمام كده بصوا التعديل اولا اهتم بالبسط حاول توصل البسط هتبقى واحد زائد ثلاثة سين الكل أس ناقص ده ابن حلال اديله زي ما تديله ده واحد أس البسط فيه مشكلة لا جميل جدا جاي عدل المقام يا أستاذ لقيت اني انا عايز معامل السين يبقى زي معامل السين
لقيت معامل سين 3 وتحت كام؟ 2. اضرب في 3 على الاثنين. اضرب في 3 على الاثنين، جميل جدا. او بصوا اطلع الاثنين بره النص، اطلع الاثنين بره. بصوا انا عملت ايه دلوقتي، خطوه خطوه طلعت الاثنين بره، بس الاثنين لما طلعت بره طلعت ليه نص يا استاذ وهي اثنين؟ لانها مقام، لان الاثنين دي مقام. يبقى لما طلعت بره النهايه رجعت لاصلها، طلعت بنص. دلوقتي السين بس ملعبك فاضي دلوقتي. ان انت بقيت عندك كام؟ واحد. اضرب في 3. الله، بس انا ضربت في 3. يا تزعلش يا سيدي. تمام كده. طب ودول؟ يا سلام، كام ده؟ زائد واحد. غيرت القيمه يا استاذ، والله ولا تلاقيها عادلت نفسي، صح كده؟ يبقى موجب واحد سالب واحد، انا ما غيرتش حاجه. يبقى انا كتغيير فعلي في القيمه لم افعل، كله تغيير شكلي. هدول فقوس وده فقوس لوحده. عدل الاولان، واحد زائد ثلاثة سين تقول له. هل ده يغير من قيمة الأولان؟ أبدا. هنودي الواحد الناحية الثانية بالسالب، يبقى ثلاثة سين تساوي صفر. اقسم على الثلاثة تبقى سين تقول لي صفر. يبقى حتى الأولان ذات نفسه تعديله مش تعديل في القيمة، تعديل في الشكل مش أكتر. يلا بينا، خلاص أصبحت جاهزة. نون بتاعتك بكام؟ ميم بتاعتك بكام؟ ألف بتاعتك بكام؟ بموجب واحد. بموجب واحد صح؟ عشان ما فيش سالب سالب ولا حاجة، ده سالب القانون. يبقى نون اللي هي بتلت على ميم على واحد في ألف أس نون ناقص ميم. واحد أس أي شيء بواحد، ينضرب في التلت تبقى تلت. تمام كده؟ أي والله، أي والله، أي والله، أي والله، نسينا دي. يبقى هنا في ثلاثة على الاثنين، صح صح يا نور. ثلاثة تروح مع الثلاثة، يبقى نص إجابة نهائية، صح؟ ما أنت يبقى نسيتي ثلاثة على الاثنين، يبقى نسيتي ثلاثة على الاثنين. حاضر، خدوا دي. الله، سين أس سبعة زائد سين أس تسعة زائد اثنين على سين زائد واحد، لما السين تقول لسالب واحد. على ايه؟ حلها انا، حلها انا دي. هنحل ايه على كام؟ على سين زائد واحد. على سين زائد واحد، هحلها انا. بصوا يا جماعة، اولا ما تنساش إمكانية فصل النهايات، ما تنساش إمكانية. ما أقدرش أجمع دي سين أس سبعة ودي سين أس تسعة، سلامتك. هو أنا أقدر أجمع حدود جبرية بأسس مختلفة؟ ولا أقدر أخذ سين عامل مشترك بسبب وجود الحد المطلق الذي لا يحتوي على سين. بس إحنا هنفصل النهايتين دول، هنفصل النهايتين دول. بس في الأول عايز يعني أستشيركم في حاجة. سين زائد صاد على عين، لو عايز افصلها سين على عين زائد صاد على عين، صح؟ يبقى إذن لما يكون البسط مكون من اكثر من شيء، لما يكون البسط مكون من اكثر من شيء، ممكن اخذ جزء جزء منه واقسمه على المقام الموحد. انتم معايا في دي؟ جميل جدا، عشان ده الاساس هنا. انا يا استاذ لأول مرة لاقي فوق أكتر من سين، في كذا سين فوق. طب أعمل إيه؟ خد بالك، هتقسم النهاية دي النهايتين، نهايتين مجموعين. تمام؟ أولاً اسمحوا لي إن أنا أمسح الموجب اتنين دي. يا منة، منة، إيه دي يا منة عشان أشرح. هخليها زائد واحد زائد واحد. هقول لك، عشان أدي واحد، عشان ادي واحد للسين اس سبعة تعمل نظرية، وادي واحد للسين اس تسعة تعمل نظرية، صح كده؟ وطبعا احنا زي ما عارفين الواحد ده غلبان، زي ما هنديله هياخد. جميل كده يا استاذ، بس ده موجب واحد. يا سلام، سالب سالب يا اخي، هي دي يعني المشكلة. يبقى النهاية الاولى هتكون سين اس سبعة زائد واحد، او نخلينا نقول جميل 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 سالب سالب واحد أس سبعة، هذول ياخذوا المقام،
ياخدوا سين ناقص ناقص واحد. برافو برافو. و سين أس تسعة ناقص سالب واحد أس تسعة على سين ناقص سالب واحد. يبقى الاثنين اللي كانت هنا اللي انت فصلتها الوحدين عشان تدي لكل سيناية منهم واحد تعمل نظرية لوحدها. النهاية بقى في الآخر النهايتين ما بينهم ايه؟ ما بينهم زائد. خد بالك مش زي النهايتين اللي قسمناهم ضربا، لا، لان النهايتين دول هتقسموا ايه؟ جمعا، زي مثال سين زائد عين اللي كنت كاتبه، بسطين زائد بعض ومقام واحد. يبقى البسط ده على المقام ده مره زائد البسط ده على المقام ده مره. اتفضلي. ايه قولي. حيث سين تقول الى سالب واحد، وهنا حيث سين تقول الى سالب واحد، مفيش تعديل للاولان في المساله دي. يلا هدي وهدي هدي نظريه نهايات هتبقى كام. مالوش فايده في مسائل الاختياري، لكن رياضيا لازم يتم لو انت بتحل مقالي. يلا هنقول نون نون على ميم على واحد في ألف أس نون ناقص ميم زائد زائد ناتج نهاية تاني تسعة على واحد في ألف اللي سالب واحد أس نون ناقص ميم اللي هي تسعة ناقص واحد بثمانية سبعة في واحد بسبعة عشان خد بالك الأس هنا زوجة زائد تسعة تسعة برضو نص زوجة الإجابة 16. أسهلهم دي فعلا، بس إن أنت تكوني حاطة إيدك على الفكرة الأولانية اللي هي قسمة النهايات، قسمة النهاية الواحدة إلى نهايتين. تمام، هنكتفي بهذا القدر. هي هي هي